هذا هو اللغز اللي المصالح الامنيه واجهزه الدوله والسلطات العليا في البلاد راهي فاتحه ورشات كبيره او ما يعرف بالاستراتيجيه الوطنيه لكبح ظاهره حوادث المرور. احنا اليوم نتكلم على الجانب تاع التوعيه والتحسيس، وحنا الشيء اللي رانا نديرو فيه الان، يقابلنا جانب اخر اللي هو الجانب الردعي. مصالح المخول لها قانون، راه يدير مخالفات اكيد، لكن المواطن لابد ان يكتسب ويتشبع بثقافه مروريه. احنا رانا نحوسوا نوصلوا، شوف انا نتكلم بالعاميه ولا بالدارجه باش توصل المعلومه للجميع، صح. احنا ما راناش حابين المواطن يدير لا سيكيورتي خايف من البوليس ولا من الجدارمي. احنا رانا حابين المواطن لما يسوق ويدير لا سينتور يديرها ثقافه، يديرها تربيه مروريه. لما تقول لك الاشاره لا تتجاوز 80 كم في الساعه، ماشي راني خايف من الرادار يحكموني الدارك الوطني، صح، ولا الشرطه. نحن نسعى الى غرس هذا السلوك الوقائي والتربيه المروريه عند من؟ عند الاجيال الصاعده. لذلك نحن نركز في حملاتنا التوعويه والتحسيسيه على العمل في المدارس والمتوسطات والثانويات حتى ننشئ او نساهم في انشاء جيل يتمتع بتربية مرورية وسلوك وقائي.